اقترحوا عليا بزاف على الغناء، مي انا صوتي ماشي ديال الغنى، يمكن صوتي ديال الهضره ديال التقديم، مي الغنى لا. مي ممكن شي حاجه غادي تكون عما قريب في مجال التمثيل. باقي يلا، لا ما يمكنش سكوب، مي يلا يلا اقتراح، وانا غادي نشوف الموضوع يعني الا ناسبني والسيناريو الا ناسبني غادي يكون ان شاء الله مفاجاه زوينه للجميع، يعني المتابعين ديالي والناس اللي تيبغيوني. انا من اكثر الناس اللي تعرضت للالتهاب، يعني لهذا الشيء اللي قلتي، يعني السب والشتم وبزاف واحد بلا ما نجبدوا ذاك الموضوع، مي انا دائما تنبقى اللور عندي، الجواب ديالي، الرد ديالي، بالنجاحات ديالي، بال يعني بالابتسامه ديالي، بالتفوق ديالي، بالحضور ديالي اللي تيكون في البلايص زوينين بحال اليوم. ما عمري ما تنبغي ندخل في هذا التراشق، يعني باش نبقى نتراشق غير باش البوز وباش يطلع ليا الكونت، لا، انا تنبغي نبقى في واحد الصوره زوينه اللي بغاوني بها المغاربه، تنبغي نبقى فيها، يعني هذا الشيء ديال السب والقذف وداك الشيء ما عنديش معاه. احنا ماشي شغلي، يعني داك الشيء ممكن تسولوها هي، انا ما عندي حتى شي علاقه به، مي راه كل شيء باين وكل شيء يعني عند القضاء، والقضاء اكيد تيقول لك تلمسوا، وحنا يعني عندنا ثقه كبيره في القضاء المغربي. فوالا.